السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم أعزائنا الطلبة في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني ثانوي عرب 202، وعنوان الدرس رسالة الأمين إلى المأمون للطبري. أهدافنا لدرس اليوم أن يتعرف الطالب فن الرسائل بوصفها جنساً أدبياً مستقلاً، أن يحلل نصاً حجاجياً من حيث بنيته وسيرورته الحجاجية، أن يوظف تقنيات الإقناع في تواصله الشفوي والكتابي، التمهيد، تعددت فنون النثر في الأدب العربي، اذكر بعض هذه الفنون. من فنون النثر العربي الخطابة، المقامة، الرسائل، الأمثال، الحكم، الرواية، والقصة القصيرة. فن الرسائل، مفهوم الرسالة. الرسالة فن أدبي من فنون النثر العربي، ازدهر في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وهو فن نثري يظهر مقدورة الكاتب وموهبته الأدبية وروعة أساليبه البيانية. أسباب النشأة: نشأت الرسائل عندما بلغت الحضارة العربية الإسلامية قمة العطاء في مختلف الميادين والمجالات، وبعد أن تأسست الدواوين وانتشرت الكتابة وظهرت الحاجة إلى المكاتبات. النص رسالة الأمين إلى المأمون، عليك الآن عزيزي الطالب أن تقرأ هذا النص. تبويب النص: النمط الكتابي حجاجي، وأما الجنس الأدبي فهو رسالة. النشاط الأول: ما علاقة المرسل بالمرسل إليه؟ المرسل هو الخليفة الأمين، والمرسل إليه المأمون والي خراسان، وهما ابن هارون الرشيد. النشاط الثاني: أدت الرسائل فيما مضى دوراً مهماً في التواصل بين الناس، هل ما زالت تحتفظ بهذا الدور في وقتنا الحاضر؟ علل إجابتك. اختلفت وسائل الاتصال في العصر الحديث وتطورت تطوراً كبيراً بفضل الطفرات التكنولوجية الهائلة، ومن ثم تغير شكل التواصل واختلفت الرسائل من حيث المحتوى والسرعة والوسيط الذي يحمل الرسالة. المقطع الأول وهو يمثل الأطروحة المدعومة وعنوانه الرغبة في عودة المأمون. اقرأ النص من قوله: من عند الأمين محمد أمير المؤمنين، إلى قوله: من أمور عباده وبلاده، قراءة صامتة متأنية، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. أنشطة تعليمية على المقطع الأول: السؤال الأول: ما الأطروحة المتبناة ومن تبناها؟ تمثلت الأطروحة في ضرورة عودة المأمون إلى بغداد، وقد تبناها الخليفة الأمين. السؤال الثاني: حدد طرفي الحجاج مبيناً خصائص كل منهما. طرفا الحجاج هما الأمين والمأمون، وقد تميز الأمين بالحكمة وحسن المدارة، وتميز المأمون بالعقل والتبصر. السؤال الثالث: هيمن معجم القرب على مفردات المقطع السابق، اذكر ثلاثا من مفرداته. من مفردات معجم القرب في المقطع: قربك، المعاونة، المكانفة. السؤال الرابع: للمكان حضور لافت في الأطروحة المتبنى، بين دلالة ذلك. حضرت أسماء الأماكن حضوراً لافتاً في النص، إلا أن ذكر خراسان
المكان الذي يوجد فيه المأمون وبغداد. مقر حكم الخليفة الأمين هما الأكثر دلالة، إذ تتجلى من خلال ذكرهما رغبة الأمين في عودة المأمون إلى بغداد، لأن في ذلك إفادة أكبر للبلاد والعباد. السؤال الخامس، حدد مواقع الترادف في المقطع مبيناً وظيفته الحجاجية. من أمثلة المترادفات في النص بعدك إشخاصك، صلاح نفع، ووظيفته الحجاجية دعم الأطروحة المدعومة. السؤال السادس، تكررت صيغة مفاعلة مرتين، ما دورها في تحديد الأطروحة؟ تكررت صيغة مفاعلة الدالة على المشاركة في قوله معاونة ومكانفة، وقد أفادت تأكيد الرغبة في المساعدة، وهي الغاية من طلب العودة إلى بغداد، وعليها بنى المرسل أطروحته المدعومة. السؤال السابع، تكررت صيغة فعلة مرتين، بين دورها في تقوية الأطروحة المدعومة. تكررت صيغة فعل في قوله حمل وقلد، فنقلت الفعل من اللازم إلى المتعدي، وقد أبرزت عظم المسؤولية التي ألقاها الله على الأمين خليفة المسلمين، ومن هنا دعمت هذه الصيغة الأطروحة المدعومة في إبرازها حاجة الخليفة إلى عون أخيه. المقطع الثاني، وهو يمثل سيرورة الحجاج، عنوانه التذكير بوصية الرشيد. اقرأ النص من قوله وفكر فيما كان إلى قوله وتدبيرك قراءة صامتة متأنية، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. أنشطة تعليمية على المقطع الثاني. السؤال الأول، حدد الكلمة المفتاح في المقطع السابق. الكلمة المفتاح هي العودة. السؤال الثاني، ما الحقل المعجمي الذي استدعته الكلمة المفتاح وما دلالته؟ استدعت الكلمة المفتاح حقلاً معجمياً دالاً على مناخ من النجاح والفائدة العميمة للأخوين وللدولة. السؤال الثالث، ورد التركيب أمير المؤمنين 3 مرات، بمن تعلق هذا التركيب؟ تعلق تركيب أمير المؤمنين بالرشيد والأمين والمأمون في المرة الأولى، وبالأمين في المرتين الثانية والثالثة. السؤال الرابع، ماذا أضفى هذا التكرار من قوة على الحجة التي ساقها الأمين؟ في المرة الأولى تذكير بسلطة الأب والوفاء له، وفي المرتين الأخريين تذكير بمسؤولية الحكم والحاجة إلى العون والمساعدة. السؤال الخامس، تكررت صيغة أفعل التفضيل في المقطع، حدد مواضعها وبين أهميتها في تقوية وجهة نظر الأمين. تكررت صيغة أفعل التفضيل في أسد للثغور، وأصلح للجنود، وآكد للفيء، وأرد على العامة، وقد توسل بها الأمين في تقوية وجهة نظره، إذ فاضل بين مسؤولية في خراسان نافعة وأخرى في بغداد أنفع وأصلح، وفي ذلك دعم لأهمية قرار العودة. السؤال السادس، ما الذي أفاده استدعاء سيرة هارون الرشيد بحسب ما تفهم من السياق؟ أفاد ذكر الخليفة الأب التعبير عن صدق الأمين وحسن نيته، وهذا يحقق التأثير والإقناع ويؤمن فاعلية الحجاج. المقطع الثالث، وهو يمثل النتيجة، عنوانه الدعوة إلى العودة. اقرأ النص من قوله فأقدم على أمير المؤمنين إلى قوله والسلام قراءة صامتة متأنية، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. أنشطة تعليمية على المقطع الثالث. السؤال الأول،
ما الذي يجعل صيغة الأمر في فعل أقدم مقبولة من المأمون؟ وردت صيغة الأمر مقبولة خاصة بعد تعظيم الدور المطلوب من المأمون. السؤال الثاني، بماذا يوحي لك قوله فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين؟ التعبير يوحي بثقة الأمين في أخيه وأنه لا أحد يتقدم على مكانته عنده. السؤال الثالث، استعمل الكاتب الفعل احتمل منسوبا إلى المأمون في نهاية المقطع، فما دلالة ذلك؟ استعمال الفعل احتمل هنا يشير إلى استعداد المأمون لتحمل المهام الكبيرة في إدارة شؤون الدولة وبيان ثقة الأمين في أخيه. أنشطة تقويمية. النشاط الأول، وظف المرسل تقنيات السرد والوصف في بناء رسالته، بين دورها في إقناع المتلقي بمضمون الخطاب. وظف المرسل السرد لإيراد أحداث ووقائع يبني عليها الحجاج، ثم انتقل إلى الوصف فصور وضع المأمون بعيداً عن بغداد في مقابل وجوده بالقرب من الخليفة. النشاط الثاني، تنوعت الحجج التي وظفها المرسل في خطابه لإقناع المرسل إليه، حددها ومثل لكل منها بمثال من النص. وظف المرسل حججاً متنوعة لإقناع المرسل إليه، ومنها الحجج المنطقية، ما يتعلق بعظم مسؤولية الحاكم ومصلحة الرعية، الحجج التأثيرية، التذكير بأبيه الخليفة الرشيد وإظهار عاطفة الأخوة. النشاط الثالث، وضح خصائص أسلوب الكاتب من الناحيتين المعجمية والتركيبية. تميز أسلوب الكاتب في معجمه بالثراء والتنوع، وفي تراكيبه بالدقة والإيجاز وحسن السبت. شكرا لكم وإلى اللقاء في الدرس القادم.